مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج عزبتي، حيث استأنفنا في هذه الأيام برنامج عزبتي البرنامج المعروف الذي نستقبل من خلاله ملاك الهجن ونراقب ما في داخل العزب ودهاليز العزب. معي في هذه اللحظات أحد المضمرين المبدعين المميزين عبيد بن علي السناري، مالك سلهود وسلهودة، ومالك العديد من الهجن التي حققت إنجازات في السباق المحلي الأول. أبو علي مساك الله بالخير، يا مرحبا بك في موقع الأبرقة. يا مرحبا وسهلا يا محمد، الله يحييكم في محلكم الثاني. عبيد، سؤال دائما نقدر نقول سؤال تقليدي نسأل به ضيوفنا، متى بدأت التضمير في عالم سباقات الهجن؟ والله يا محمد، احنا بدأنا رياضة سباق الهجن احنا في الشحانية عام 1995، ولكن الرياضة هذه أصلا في قلوبنا من الصغر يعني، ولكن احنا مارسنا في النطمار والمشاركة مع أخوان المشاركين على الشحانية تقريبا من عام 1995. عبيد، 1995 نقدر نقول أكثر من 12 سنة إلى اليوم. أبو علي، كيف شفت التغيرات من أول ما دخلت في الريس إلى اليوم اللي احنا فيه؟ والله محمد، هناك تغيرات كثيرة يعني. احنا أول ما دخلنا الريس تعرف كانت الرياضة هذه ناس معدودين على الأصابع اللي كانوا يشاركون فيها، ما كان عندنا منافسة قوية خصوصا في التجريبيات الأولى، كانت الدورة على وضعها القديم. ولكن محمد، بعد دعم سمو ولي العهد لهذه الرياضة الله يطول عمره ويخليه سند ذخر لدولة قطر، أصبح ميدان الشحانية من أتحف وأروع وأحسن ميادين في دول الخليج، حيث أنهم قاموا مؤخرا بتعديل الدورة، مدخل الدورة، السياج غيروه، الأرضية غيروها، الإنارة، كل هذا بفضل دعم سمو ولي العهد. وما دام سمو ولي العهد يدعم هذه الرياضة، لا شك ان احنا كملاك وكمضمرين بنتواجد في هذه الرياضة بكل قوة وبكل ما استطعنا من مشترى احنا نشتري لاجل رفع اسم دولة قطر في الميادين الاخرى الوثبة ودبي. فاللهم لك الحمد يعني، قطر الحمد لله رب العالمين في ازدهار وفي تطور مستمر. لو تلاحظ مش في مجال رياضة الهجن فقط، لو تلاحظ رياضة الفروسية في الرياضات الأخرى، دولة قطر متميزة بكل ما تعني الكلمة. كان قبل السباقات محمد تتذكر يعني، كان في عندنا تجريبيات ثلاثة، وسباق المستشار وولي العهد وسمو ولي العهد وسمو الأمير الله يحفظه ويرحمه. الآن أصبحت الرياضة يعني أنت أسبوعيا عندك ركب. دول مجلس التعاون تقريبا، انت شفت في التجريب الاول كيف كان الاقبال على مركات قطر. كان في السابق يقوم في الشوط يعني اذا بتقول 30 مطية، امس الاسبوع اللي طاف في سباق الحقائق قام في الشوط 90، يمكن تلاحظ الشيء هذا. نعم، لاول مرة بكثرة. نعم، لاول مرة في التجريب الاول وفي شهر 9 يعني بداية الموسم. فهذا دل على الاهتمام طبعا من اصحاب الهجن نفسهم والملاك انهم يشاركون في هذه الرياضة الطيبة. قلت 90 في المحلي الأول، احنا كنا نشوف الأعداد 80 حاجز 90 في السباقات الختامية. سر تواجد هذه الأعداد الهائلة من بداية الموسم أبو علي، وهل توقع أن في السباقات الختامية بيكون الأعداد أكثر؟ أنا ما أتوقع أنه بيكون في الختامية أكثر، لأن أصلا يعني الشوط إذا كان فيه 90 مطية، أتوقع اللي تطلع مطية من الشوط هذه طيبة وبخير وسليمة يحمد الله ويشكره. يعني العرب طال عمرك جاءوا من السعودية، وجاءوا طال عمرك من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهل قطر يعني في السنوات الأخيرة هذه بدأوا ينتجون إنتاج طيب، وبدأوا يشترون، وبدأوا ينافسون، وبدأوا يسبقون، وبدأت لهم بصمة. يعني لو تلاحظ في السنتين هذه السابقتين، أهل قطر ترى أثبتوا وجودهم في ميدان الوثبة، في ميدان دبي، وفي قطر نفسه. طبعا لا
لولا يعني دعم سمو ولي العهد لهذه الرياضه لما رايت الناس هذول كلهم توجهوا لرياضه الهجن، وكان بتضيع الرياضه هذه، بس بفضل دعمه الله يطول عمره يعني تشوف الناس اقبلوا على الهجن وبداوا يشترون وبداوا ينتجون وافتحوا عزب وقابلوا حلالهم. والحلال ما شاء الله يعني في حلال سبط موجود في قطر، والتيمات انا والله ما توقعت التيمات هذه يا محمد امس في التجريب الاول، يعني الثلاث ما كانت تنكسر عندنا في قطر، ومعظم الحلال كسرها يعني، ومطيه مثلا تسبق لها 90 مطيه 80 مطيه، هذين اعتبرها يعني من الدرجه الاولى. عبيد، سر تواجد العدد الكبير في السباق المحلي الاول، هل لقوه الجوائز لحسن الميادين ترتيبها؟ واستوقع ابو علي. نعم، العاملين هذه مهمين، او اهم شيء الناس عندهم طال عمرك الجوائز. نعم. عندنا في دعم الدوله لاصحاب الهجن. نعم. وثاني شيء الشخص طال عمرك اللي متواجد يتعب ويقيض ويسهر، وهذا يعني يبغي ثمار الموضوع هذا، فحتى لو انه مثلا ما الله رزقه مثلا ببيعه، فعلى الاقل يا اخي مصروف هجنه هي هوايه في قلبه، لكن مصروف هجنه يغطيها بجوائزه. نعم. عرفت كيف؟ وبعد العامل الثاني ان الدوره ما شاء الله الحين يعني احنا كنا نركض في الدوره القديمه، ومطيانا لما تجي مركض تجي تعبانه، وتجي طال عمرك بعضها يضلع وبعضها يعني يصيد اصابات، لان الدوره كانت تقريبا يعني ارضيه صخريه يعني. نعم. بس الحين عقب تغيير شو اسمه تغيير الميدان الميدان وهذا صارت التربه خصبه للهجن، وصارت الهجن تفحم بتجي عزبتها ما شاء الله مستانسه. نعم. والحمد لله رب العالمين. عبيد، توقع التطور اللي شهدته رياضه الهجن من خلال الراكب الالي، هل هذا بعد ساهم في قله الضلاع وفي مشاركه الفطاميين والحقائق؟ طبعا. نعم. هذا لا شك فيه، يعني كنا احنا عانينا صراحه من الراكب البشري اول شيء، لانه في المقام الاول هو انسان ولحم ودم وطفل كان، عرفت كيف؟ فكان الواحد يشله وهو على اعصابه انه لا يطيح مطيته ولا يصير فيه شيء ولا لا سمح الله، يعني بأن بضميره طول العمر لو صار في الولد هذا والسبه مطيتك انت يا الانسان. صحيح. وبعدين كان وزنه تقريبا ثقيل، وكان الوزن على المطايا اللي تكسر تيمات كان ياثر لها اضلاع العرقوب والاصابات الكثيره. الان الحمد لله رب العالمين بعد نجاح الراكب الالي عندنا في دوله قطر ودول الخليج اصبح انه حديده بسيطه تشيلها وتركبها بكل سهوله وتفهم فيها وتركب فيها. علي، هل عندنا معلومات عن عزبتك قبل ما نجي اخذتها من احد الاخوان؟ ذكر لي ان عبيد بن علي ما بين قطر وما بين الامارات، ودائما يركض واليوم الثاني محمل مطيه الامارات، ايش سر تواجد ابو علي في الامارات؟ والله ما في سر طال عمرك، اول ما نويت اروح الامارات رحت الله يسلمك اول العام في الصيف، كانت الدوره عندنا تحت التطوير. نعم. عرفت كيف؟ ورحت طال عمرك في منطقه ما فيها رطوبه طبعا. نعم. قيضت الهجن هناك، وما شاء الله الهجن عقب ما رديتها قطر شهر 9 السنه السابقه. نعم، السنه اللي سابقت لقيت الهجن يعني مستانسه على المقيط احسن من هناك. طال عمرك عندهم ما فيه رطوبه خفيفه ونوع من التغيير، ونوع من التغيير، وبعدين حتى تقيس حلالك مع حلالك. زين عبيد، هل توقع ان شل المطيه من ميدان لميدان او من دوله لدوله؟ مثل بعض الهجن يقول لك بالعام يقول لك هويبها، فهل توقع ان هذه التهويه نقدر نقول او السياحه الهجن هاي تنفعها في النتائج؟ طبعا. انت محمد يعني شوف، احنا دائما نقارن الهجن بالانسان، وسبحان الله ترى الدلول يعني اللهم انه خلقها الله سبحانه وتعالى ما تتكلم. نعم. ولكن والله يعني تحس انها مقاربه سبحان الله للبشر. نعم. حتى في فحصها في ذا مقاربه للبشر جدا يعني. يعني عندك الدم حقها مقارب، الحرارة مقاربة، الكالسيوم مقارب، سبحان الله. وتفهم يعني رأيها ورأيها يفهمها. فالواحد مثلا لما يكون متواجد في قطر، أنت محمد لما تسافر من قطر لأي دولة ثانية، مجرد أنك سافرت تحس أنك انبسطت. طبعا. عرفت كيف؟ فالتهوية مطلوبة للدلول، والدلول طال عمرك احنا كنا في السابق وما زلنا نعاني من عملية تنقل الهجن، مثلا المطية مثلا عمرها لقيه او جدع عمرها ما ركبت سياره، انت لما تجي تبي تركبها سياره تعاني من، وهي سبوق يعني ذلول سبوق تخاف عليها من كل شيء. فلما تجي تركبها سياره تواجه صعوبات انها تركب هذا وتنهار في الطريق المسافه هذه. ولكن عند جماعه اخواننا اهل الامارات
لان عندهم كثره ميادين. نعم تنقل يتنقلون بشكل مستمر. فهي من عادها فطيم وهم علمينها التنقل، فتنزل لو جات من الامارات للدوحه تنزل كانها طالعه من عزبتها العزبه اللي جنبها. شيء عادي عادي عندها وتركب. ان شاء الله اجلك ابو علي اصبح عندك تحميل عادي. ان شاء الله ان شاء الله هجنا احنا والله مو على اساس التحميل، الهجن احنا وديناها بس في فتره المقيض، الجو هناك الطف نوعا ما. وعلي حدثنا عن مشكله البرسيم اللي مو ابو علي الحاله، هل الريس بشكل عام كلهم يعانون من هذه المشكله وهل في حلول؟ نعم الحين الحين نعم. الحين احنا محمد في تاريخ اليوم تاريخ 18/9 نعم لحد الان انا اعاني من من من, من وجود البرسيم للاسف. نعم. يعني احنا نروح للسوق ولقطع كلامك بالخير ابو علي، البرسيم هو الظاهر انه غذاء رئيسي للهجر، ما تستغني عن الهجر. ما تستغني عن الهجر. يعني انا اعرف ناس متواجدين الحين 18/9 في ناس يجيبون برسيمهم بشكل يومي من خارج الدوله. نعم هذه مشكله بالنسبه للرائد، يقول انه ما يعين من يعشي ويعطي. طيب وين المشكله ابو علي؟ وين المشكله في، وين توقع يعني محاور المشكله في هذا الموضوع وين؟ انا اقول لك المشكله طال عمرك ان قله المزارع. نعم عرفت كيف؟ قله المزارع في دوله قطر هي اللي سببت المشكله، وتدخلت وزاره الداخليه مشكوره وحطوا تسعيره 3 ريال. نعم. الربطه الواحده والربطه ما تقل عن كيلوين. نعم. فبدا والله يسلمك التجار هذول يشترون القت ويوزعونه في العزب الداخليه، ما حد ما يودون السوق. نعم. ورجعوا يبيعونه بالثمانية والسبعة والعشرة، أنا سمعت إنه ينباع حاليا. نعم. ب10 ريال و12 ريال موجود في العزب. فرأي الهجن ما يهمه، تدري ليش؟ لأنه يعني يهمه يعني إنه مطيته نتائج مطيته تركض وإنها تعشى عشاها كامل. نعم. ولو دفع على العقبة 50 ريال هو صحيح ثقل عليه، لكن في الوقت هذاك ما يهمه. نعم. وإحنا صراحة يعني ناس واجد يعانوا من الموضوع. نعم. زين ابو علي، احنا ومشاهدين قناه او موقع الابرقه نتشوق لمعرفه اللي داخل العزبه، ونقدر نقول الاسرار اللي داخل العزبه وخبايا العزبه، فيا ليت ننتقل معكم مع مشاهدين موقع الابرقه اللي داخل العزبه. ما شاء الله فارق. طيب مشاهدينا الاعزاء، نحن الان في عزبه عبيد بن علي السناري احد الشباب المضمرين. ابو علي حدثنا عن الهجره الموجوده في العزبه. الله يحييكم في اي وقت. نحثك طال عمرك هذه البكره انت سلهود الزهوري سابقا، والبكره هذه لها العديد من الانجازات. التجربة الأول فازت في المركز الأول. بعلي حدثنا بعلي عن سلالة سلهود. سلهود طال عمرك منتج، أنا شاريه طال عمرك وفكيته في الحلال كله، أنا أحب الإنتاج الشخصي، وجاب ما شاء الله البكرة هذه وجاب العديد من الهجة اللي تشوفها هذه، وما شاء الله احنا مسكنا عليها أول الآن تقريبا فوق 20 حاشي، طلع تقريبا 50% من انتاجه قوي جدا، والبعير انتقلت ملكيته للسيد عبد الله بن علي عطيه، وعسى الله يوفقه ان شاء الله. هذه بنته طبعا، اول دخول لها دخلناها في قطيه وسبقت، وثاني دخول طال عمرك بعد جات في الثاني، وثالث دخول لها بحياتها دخلناها في التدريب الاول وكسرت الثلاث وسبقت في الشوط. تأهلت الكاس هاي لقية بنت سهود. لا هذه حقها. نعم. وعلي حدثنا عن أهم الهجر الموجودة من غير بنت سهود الموجودة معنا. نعم عندك الله يسلمك البكرة هذه. أبوها سلهود. نعم. وأمها بنت رياض. نعم. سمو ولي العهد. البكرة هذه أول دخول لها في قطية محمد سبقت وكنت أنت تعلق عليها. نعم. وثاني دخول لها سبقت بعد. ولقينا البكرة واجد سبوق الله يبارك فيها. وقيضناها طال عمرك هي والهجن السباق، وتونا راجعون عليها الحين، وابشرك البكرة ان شاء الله نصيبها نصيب الاسد في البكرة الجاية. ابو علي سبب انك ما دخلت الكار اللي سبقت في السباق الاول؟
انك ما شاركتها في السباق اللي بعد السباق القادم الجاي. نعم. ايش السبب يعني؟ هل بطيئة تتعب؟ نعم. الطيب طال عمرك كل ما ذخرته لقيته. نعم. الطيب كل ما تذخره تلقاه. نعم. والمطيه السبوق ما ودك الرجال يدخلها كل اسبوع او كل اسبوعين. نعم. يعطيها فتره من الراحه، يشوف مستواها، يعدل فحوصاتها. نعم. وعقب يدخلها على اساس ما ينزفها وينزف طاقتها. نعم. احنا نقول البكره هذه ان شاء الله المستقبل. نعم. هاي البكره وين جات في السباق اللي طاف؟ ما دخلنا البكره. بتشارك ان شاء الله؟ نعم. بتشارك الاسبوع هذا ان شاء الله. ونتائجها الماضيه؟ نتائجها الماضيه عندها 3 سباقات كل مهرجان الصيف اللي صار. في حديثك معي قبل شوي ان ملاك الهجنه يستمتعون بالجلوس مع الهجنه، ليه؟ ايش تعني لك العزبه؟ نقدر نقول العزبه هو المطايا. والله تعني لي راس مالي العزبه. نعم. يعني ما يشاركها طال عمرك في يعني حبها وحب عيالي وحب واحد حب الهجن. يعني تدري رياضه حبيناها، عرفت كيف؟ واستانسنا عليها طال عمرك، وناموسها اصلا يسوى الكثير. يسوى الكثير. الواحد يوم يتناوس تسبق عنده مطيه طال عمرك، تسبق عنده مطيه يجيك مستانس ومبسوط وينسى كل التعب اللي تعب عند الدلول. نعم. اللي مر عليه. ابو علي حدثنا عن الرعود هذا ولا بكره؟ هذه طال عمرك بكره. نعم. عرفت كيف؟ من انتاجنا الشخصي. نعم. البكره هذه جذعه، العام عندها 4 سباقات. نعم. هي في الطيب طال عمرك عندها افضل تيم. وصادتها إصابة والعامة بشرك الله عليها، عندها 4 سباقات من غير سباقاتها اللي خارج سلالة البكرة. سلالة البكرة طال عمرك أبوها مصيحان. نعم. عرفت كيف؟ بعير. نعم. نعم. بعير أعتقد أنه عند صالح القمرة حاليا. نعم. عرفت كيف؟ أمها من هجنة. نعم. بالنسبة للبعود هذا أبو بارود الشيخ محمد مخليفة. نعم. عرفت كيف؟ أخو العديد من الهجنة السباق، أمه ناقة محل مهجن عندنا، والحمد لله رب العالمين. بادر غير القعود هذا بكرتين. ابو بارود ما زال عايش؟ عندك معلومات عن ابو بارود؟ والله انا اللي اعرف انه عند الشيخ محمد بن خليفه، واني بس من زمان ابو بارود كبير. ما ادري والله عاد عايش ولا لا، لكنه موجود في مزرعه محمد بن خليفه. نعم. بعد حدثنا عن الميزه اللي تجمع الهجن، او المعرفه اللي تعرفك على اخواننا من الخليج ومن هالقطر، وتقوي اواصر المحبه بين ملك الهجن. شوف، اول شيء الهجن. نعم. طال عمرك الحمد لله رب العالمين. ميزاتها. نعم. اهل الهجن ما عينهم الهجن الاخير. نعم. عرفت كيف؟ يعني انت لو تحسب محاسنها وسيئاتها لقيت محاسنها افضل من مساواها بكثير. ممكن من مساواها الهجن ان الرجل طال عمرك وقته كله عنده، هذه من مساواه طبعا. نعم. تاثر على اعماله الشخصيه وعلى بيته وعلى امور. ولكن يا محمد من 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 من, من, من محاسن الهجن انها حاليا هي افضل بيئه موجوده عندنا في دول الخليج. نعم. اول شيء طال عمرك مجلسك عامل وربعك يجونك. نعم. ثاني شيء طال عمرك عيالك تعلمهم تغرز فيهم حب طال عمرك الهجن وممارسه رياضه الهجن. نعم. ثالث شيء طال عمرك ان انت تعرف ويصير عندك في كل دوله صديق. عرفت كيف؟ يعني في الامارات عندنا اصدقاء ورجال نعزهم ونحبهم. نعم. في قطر، في الكويت، في السعوديه. نعم. اللهم لك الحمد، تجمع ترى الهجن، هذه ميزتها بعد. نعم. عرفت كيف؟ أبو علي، هل من كلمة أخيرة لمشاهدينك ولمحبينك في موقع الأبرقة؟ والله يا محمد، أول شيء أشكرك شخصيا، وأشكر موقع الأبرقة على زيارته لنا في العزبة، وأشكر السيد عبد الله المطر الجوسري اللي أتاح لنا هذه الفرصة، وزيارتكم صراحة عسل على قلوبنا، وإن دل هذا دل على اهتمامكم صراحة في مضمرين وملاك هجن دولة قطر. وهذا تشجيع منكم صراحة لنا احنا كملاك، ان احنا تسوون لقاء وتشوفون هجنة، ويا مرحبا بكم في اي وقت.